قام الوفد رفيع المستوى من رؤساء الدول والمنظمات الحاصلين على جائزة نوبل للسلام المتواجد حاليا في مملكة البحرين. يرافقهم السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء والشيخ حسام بن عيسى الخليفة بجولة في عدد من المناطق التراثية والتاريخية في مملكة البحرين وعدد من المعالم الحضارية والمشروعات الحيوية والتنموية. وقد استهل الوفد الجولة بزيارة إلى مشروع مدينة خليفة الإسكانية بالمحافظة الجنوبية، حيث اطلع على ما يتضمنه المشروع من منشآت ومرافق وخدمات عصرية تجمع بين التراث البحريني العريق والطراز المعماري الحديثة. واستمع الوفد إلى شرح عن أهمية مدينة خليفة في دعم سياسات البحرين وتوجهات الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين الإسكانية. أعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم وسعادتهم بزيارة مدينة خليفة باعتبارها نموذجا للاطلاع عن قرب على مدى الجهود التي تبذلها البحرين في تحقيق طفرة إسكانية وعمرانية تتناسب مع المكانة المتقدمة التي تحتلها المملكة في مجال التنمية البشرية دوليا. وأكدوا أن حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حققت العديد من قصص النجاح في مجال التنمية المستدامة ونالت إعجاب وتقدير المنظمات الدولية. بعدها زار أعضاء الوفد مبنى جرافيتي أندور سكاين دايفينج للطيران الحر الداخلي بمنطقة الزلاج، واستمع الوفد إلى شرح من خول الحمادي المدير العام لجرافيتي أندور سكاين دايفينج عن ما يتضمنه جرافيتي من مرافق وخدمات متميزة تلبي طموحات المهتمين برياضة الطيران الداخلي الحر في البحرين والمنطقة، وما يقدمه من خدمات رياضية وترفيهية تدعم القطاع السياحي والرياضي والاقتصادي بالمملكة، فضلا عن آخر الاستعدادات الجارية لاستضافة مملكة البحرين لكأس العالم الثالث للطيران الحر الداخلي 2018. أعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بسرح جرافيتي الذي يعد أحد أطول الأنفاق الزجاجية للطيران الحر الداخلي في العالم، مؤكدين أنه يعد أحد المعالم المتميزة التي تعكس مظاهر النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها البحرين. أشادوا بما توفره المملكة من فرص لتشجيع الشباب والرياضة وتنمية المشروعات المبتكرة والتي تعزز من تنافسية الاقتصاد البحريني، لما تمثله هذه المشروعات من أهمية في توطيد موقع البحرين على الخارطة الرياضية والسياحية إقليميا وعالميا. وأكدوا أن المستوى المتميز لجرافيتي سيكون له إسهامه الكبير في نجاح استضافة البحرين لكأس العالم الثالث للطيران الحر الداخلي، ويؤكد مدى قدرة البحرين على استضافة كبرى البطولات الرياضية الدولية. بعدها قام الوفد بزيارة إلى موقع قلعة البحرين في منطقة السيف، والتي تعد إحدى المعالم الحضارية في المملكة وترصد جانبا مهما من تاريخ مملكة البحرين الحديث. في ختام الجولة قام الوفد رفيع المستوى بزيارة إلى موقع شجرة الحياة التي تعد أحد المعالم السياحية البارزة في البحرين، واستمعوا إلى شرح عن هذه الشجرة التي يرجح البعض أن عمرها يزيد عن 400 عام.